المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء. قام عصر اليوم رئيس الحكومة باهيمي باداكيال بير بزيارة لوزارة الصحة العامة بهدف التعرف عن مخازن الوزارة. تفاصيل مع حسن درمود. تهدف هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء باهيمي باداكي البير لوزارة الصحة العامة الواقعة في الدائرة الثامنة، وكان في استقباله أمين الدولة بوزارة الصحة العامة محمد النظيف يوسف والفنيين والمدراء العامون ورؤساء الأقسام بالوزارة، حيث تجول رئيس الوزراء بالمخازن للتعرف على ما بداخلها من المعدات المستلزمات التي تحتاجها المراكز الصحية والمستشفيات التي قامت الحكومة ببنائها في مختلف أقاليم البلاد لتوزيع هذه المستلزمات في المراكز والمستشفيات التي تم بناؤها. ومن هذا المنطلق رئيس الوزراء أعطى أوامره لأمين الدولة أن يقوم بإعداد التقارير اللازمة التي تعطي كل البيانات الكاملة لهذه المعدات، وأن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء لوزارة الصحة العامة شملت المخازن بمبنى الوزارة وأخرى بحيث بنغالي. فقال رئيس الوزراء إن الدولة أنفقت أموالا ضخمة لإقامة منشآت صحية واجتماعية، مستشفيات ومراكز صحية في جميع الأراضي الوطنية، إلا أن هناك نفقات في المعدات. لذلك تأتي هذه الزيارة إلى المخازن للوقوف على المعدات الموجودة، وبالتالي استمال للحكومة بجلب المعدات الغير موجودة فقط، وهذا يدخل في إطار سياسة الدولة في ترشيد استخدام المال العام. هذا وقد لاحظ رئيس الوزراء خلال زيارته للمخازن الوضع السيء لهذه المخازن، ما يعكس الإهمال وعدم الاهتمام من قبل المسؤولين عن هذه المخازن، وذلك في الوقت الذي أنفقت فيه الدولة أموالا طائلة حتى تكون هذه المخازن على المستوى المطلوب.